cette deuxième vidéo. Donc, je vous partage avec vous la nature qui fait cette tabéa. Qui m'a dit comme vidéo de l'eau. Mais quand je suis une haie, il y a une tabéa qui m'a dit. Nous, les êtres humains, je suis une tabéa, ça va être vraiment. Je vais vous dire. Il y en a des millions, des milliers de preuves. Là, je ne sais pas si je vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous dire. Déjà, j'ai fait cette vidéo qui est très grande sur YouTube. Lui-même, il a fait ce hadith quand je suis allé à l'hadith. À l'époque. إيبوك معناها قبل ما زادوا لي بارون تاعنا ماشي إيبوك تاع السبعينات ولا الخمسينات بيسك لوزين هذا غلقوه في وقيلا بالعوف 56 هكاك 57 ما على باليش علاش وقيلا كاينة أن غيزون ما على باليش بعد قرفت واحد زحمة قبل في لو سيت تاعهم واش يعرف اكزاكتومون ليستواغ تاع هادي البلاصه لي تري امبورطون في ليكونومي تاع شمال امريكا وخاصه هنا في شيكاغو خاطر شنو عندهم اللاك واي مصنع تاع حديد لازم له الماء سما الماء اش دو سي دو سي او دو لا او دو لا كيفاش نسميو الاش دو هو الهيدروجين هي الماء هو الاو دي هكا اوكسجين في نو الماء اوكسجين او دي هو الاكسجين الاش دو هو الهيدروجين المهم انا ما عنديش شويه في الكيمستري فرسيس ما عنديش شويه في الكيمستري بزاف وهادو اللي تشوفوا فيهم لهنا هادو من المصنع القديم اللي يحكي لكم عليه قلعوهم كما بلعوه سما دا اتارت كما نقولوا هنايا دي مونيمون تحديد خادم الانسان جابوهم هنايا بلاغري وخلوهم هنا يعني كما نقولوا هنايا شو الميوزي برا صنع الانسان هذا المكسيكي دائما يجيب الكلب تاعو حوس بيه صباح قال لي صحيت طلع دوزيام فوا جي لكروازي انا كي نجي كل نهار كل يوم لا بلي با نجيش كل يوم جي سورتو لي جور دو روبو نجي دائما كيما قلت لكم الماء عنصر حي في القران قال لك وخلقنا من الماء كل شيء حي وجعلنا من الماء كل شيء حي هذه هي لكن انا ما غلطش ولا كان غلط يعني اكزاكت ما كوريجيونا كيف في المصانع هذوك اللي هنا كان مصانع تاع الغاز كان مصانع تاع البترول اللي صفيو المصفيات كما نقولوا هنايا عند كاين دي بلونت هنا كبار جهه في التعليم هذاك شنو نجوز عليهم يعني فريمون تقريبا واحد 10 كيلومتر كاري ولا 15 كيلومتر كاري ولا 20 كيلومتر كاري كاع يعني مصانع اللي تاع البترول خاطر في اللي يجيو البابل تاع البترول كامل لي بي ما الباليش منين ولا عنده كاينه حاجه كيفاش هي والطاقه تاع الضوء كما قلنا يا تاني منا تاني وبليجي هادو للمصانع لازم لهم الماء علاش يكونوا بحدا لاك كيما هكا الماء هو الصح ما كانش الماء ما هما ما اكزيستيش هادي تعرفوها هادي فيزيكمون معروفه يعني في القرآن يعني الله عز وجل عرفنا باللي الماء بدون الماء احنا ما نكزيستيوش لا في ما كانش لا احنا يا لا الحيوانات لا الحشرات والنباتات زيرو ما هذه هي دي فيديو ناس اللي داروهم في هذيك وسبوا في بعضهم
يكريو من كان يكريو اون استواغ ساكسيست با ما عنده حتى اساس، ويبداو يطعنوا في بعضهم، معناها كلاشيو في بعضهم، الاخر كلاشي في هذاك، الاخر كلاشي في هذاك، وحتى من سا تاني المدام تاني سي باغاي. انا فريمون الانسان باش يفهم ما فهمش. ثم النيفو وين وصلنا حنايا لا كومينيتي تاعنا تاع البلاد تاع الجزائر، اللي يهضروا من البلاد واللي يهضروا من الخارج سي باراي. سورتو واحده كي تهضر هكا من الجيري باللي لي زيميغري، ديجا هضرت على الفيديو اللي كتبته على عربيكا هذيك، هذا لا شين تاعي نهضر فيها واش نحب. اوكي داري ونعطي افجل بعض نقول لكم عليها هكا النهار سبحان الله. كاين ممكن نوريه لكم. تهضر على لي زيميغري بلي قالت لهم الشقر، قلت لنا حنا الشر باش حنا قودنا من البلا، بصح يا بنت الناس كل واحد وظروفه. يعني ديجا هضرتها، الله يوصلك الميساج، يوصل كاع لي ميساج الناس اللي عندهم نظره مقوده سيئه على المهاجرين اللي في فرنسا ولا المهاجرين. انا مانيش عايش في فرنسا، بس كانوا لي سيستم فرونسي هذاك الحوار، لا 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 مونتاليتي فرونسيه ما نحبهاش، ما بغيتهاش، قودت انا من تما صافي لونطون ديبي لونطون. نعيش في بلاد اللي يهضروا بلونغري، ولا نعيش في بلاد تاع الفلالمان ولا في نوتر بي، وما نعيش في البلاد هذيك تاع باش نقول لكم بلاد المستعمر. هذا ما عندي، هذيك المستعمر معروفه هذيك. بصح يا بنت الناس كي تجيك جينيرالي ديريكتومون وتقولنا بلي حنا قتلنا الشر والجزائر، كون جات الجزائر فيها الخير صاحبي، حنا ما نقودوش من تما، ما قلناش بلادنا وكاع ماذا بينا نرفدوا باكاجنا نقودوا نعيشوا في بلادنا. علاش؟ بصح ما كل واحد كيفاش ظروفه، واحد راح يخدم على دارهم ساكن لغرب، كل واحد ظروفه. كاين واحد ما يحبش السيستم تاع البلاد، كاين واحد راح يقرا، كل واحد مكتوبه. او الباطو هذا اللي يحكي لكم عليه، قداش المره نجي لهنا ما نصيبش. هذا باطو واقيلا تاع سيمان ولا تاع كاينه حاجه فيه، عيطوا له الاسم تاعو بعيد، فير تو فار، انا بعيد عليا ما قدرتش نقراه. انا قالك ممنوع تفوت، هذا تريك اندستريال تاع هاد الحكومه هنايا، الشركه هادي نو ترانس باسين يو اس جوفرمنت بروبرتي دانجر ريستراكشن اريا كيپ اوت. معناها قالك هادي بروبرتي تاع امريكا، ما ممنوع تدورهم البارير من هنا، ممنوع، معناها ممنوع. انا هنا واحد ما يجي يهضر معاك، بصح تروح لهنا عندهم لو دروا يجي يهضروا معاك، باسكو ما عندهم لا سيكوريتي تاعهم. شفت كيفاش نقعدو هنا، نكسرو هنا معاكم شويه، فهمت يا بنت الناس؟ افيك تو ريسبيك نحترمو، كي نحترمو كاع سما واحد اللي ما يحس بالجمره غير اللي يعفس عليها، كيما غنها شاب خالد قالك قاعدين في الغربه حياره، والغربه قبيحه هكا، غربه قبيحه وغداره سي فري، عندو الحق شاب خالد، لو روا دو راه يا صاحبي ما كانش اللعب. بصح يا بنت الناس باش تقول لي، باش تقول لي احنا الشعب شغل لا فاسو دو بارلي تاعك بلي احنا خونا بلادنا وني دي تريتر وسمحنا في بعنا بلادنا وقودنا، هذه اللي فهمت انا. على بالك كاين ناس اللي عندهم 10 سنين، كاين عندهم 20، كاين عندهم 30 سنه ما هبطوش لالجيري، يروحوا يجيو يعني اسمهم مهاجرين. وهذاك اللي حاب يهبط البلاد دركا كيما شوف في فرنسا 500 اورو باش دي بي، هذيك سي كاتاستروف، هذاك عيب كبير وحشومه كبيره وعار كما نقولوا حنايا نوتر، يعني غوفرنمون يعني نورمالمون دي يسهلونا في الامور الناس اللي تروح البلاد، يعني سيتو فرنسا راهي خطوه صاحبي، ماشي البلاد يعني انا عايش فيها. انا هنا من الامريكان كيف يعني في ماشي في الصيف في الشتاء تري بي نورمال 600 دولار تا 700 دولار الي روتور مونشير جيبوك، بالك تروح على تركيا ولا تروح على ما لاباليش على واش.
على بالي المغرب وتونس مسهلين لي سيتويان تاعهم. ان شاء الله سيدي يهديهم ربي، وندعو لكم ان شاء الله من البلاد هذه باش نتوما الناس اللي عندهم لي زور سيرتو عندهم الاولويه اللي عندهم ديكا ارجون باش يهبط البلاد. يعني لا فامي تاعو كا في كا ماشي مليح، واحد مسكين توفى، واحد يعني كاع ديجا صارت لنا واش راح نديرو، كل شيء بالمكتوب. واحد يعني يصبر ان شاء الله يحن ربي قلوبهم ويسهل لكم نتوما اللي عايشين في اليوروب، سيرتو في فرنسا اليوروب جير باش تهبطوا لبلادكم. وعلى بالي في الجزائر سي كيستيون دو سونتي، خايفينهم من المرض هذاك يزيد ينتشر، باسكو يعرفوا بلي الشعب في الجزائر ما يحترمش يعني لي راجل، ما يلبسوش يعني الماسك هذا، كان قصدي لا ديستانس هذيك. سي فري يعني كاين حوايج بالك حنا نتوما ما فهمتوهاش، بصح هذيك تاع لا سوم تاع 600 يورو هذيك حاجه بزاف، سي ترو بس كل واحد على عايش على قد حاله، خاطر شي باشو الناس اللي عايشين في الخارج نبالو اللي في الجزائر نبالو بلي حنايا وني دي مليونير ولا ما على باليش. كان يخرج من الصباح ب 6 غدي ماتا، يخرج حتى يرجع حتى العشيه. قالك الاخر هادي اش نقول لك، هذا الميساج تاعك كيفك الناس اني يفو با اني il faut pas juger gars les gens comme ils sont pareils ou pas trop les haches bad الناس راكي راكي قصتي بزاف في امن الناس لي 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 ساكريفي حياتهم بور لي لي فامي ديالهم باش يعيشوهم. هذه هي راكي تفهم مليح، وتعرفي الخبزه في الجزائر ماشي سهله. alors il y a des gens qui choisissent باش يروحوا من البلاد ويعيشوا ويصرفوا الدراهم للبلاد ويعيشوا لا فامي تاعهم ولا يبنيوا دار ولا يديروا بروجي، كل واحد يعني وحياته. ان شاء الله هاي ما شاء الله ما تزعفوش منا وما تافيش منا، وهذا هو، وكل واحد عنده حر الحريه تاعو في لوبينيون تاعو. هذه هي وكيما هضرت ديجا في الفيديو اللي كتبته على ريبيكا هنا في الدستور الامريكي، هذه باش نقولها لكم. الدستور الامريكي لا كونستيتيوشن، الدستور الامريكي حريه الديانات هي اول حاجه اللي حطوها والمعتقدات. يعني هنايا تحب تبني جامع تصلي ان كريتيان ان بوديست ان جويف الجوديزم اسلاميزم الهندويزم تاني عندهم هما تاني كيما نقولوا حنايا تامبل تاعهم هنايا عندهم كاع الديانات هنا نورمال يحترموهم. فوقهم قانون هو القانون الامريكي تحت هذه هي كل الناس، ما كانش لي اباف لا لوا هنايا، ما كانش كاين واحد كان هذاك ترامب كان اباف لا لوا قودوه. الطيارة جاية منا اين افيون بالك تشوفوا فيها خاطر لي ريون دو سولاي من تما شويه. المهم هيا خليكم على خير، طولنا في هذا الفيديو، والسلام عليكم ورحمه الله وتعالى بركاته. على بروشان هاي راحيتو تعلو في روحتكم. بار كونت قد ما نكوبي البيلدينغ هذاك اللي تشوفوا فيه اليوم بلادك من بعيد، هذاك كازينو، وكان واحد مر وراه كان مالكه ترامب الانسان بريزيدون، بعثوا له ترامب كازينو. ومن بعد ترامب سي نيسكرو نيميرو 1 اني واي. السلام عليكم.